صفط الدهون هو عمليه او نحت القوام هو عمليه للريشيبينج وليس لانقاص الوزن زي الرجاله زي الستات للتنسيق تنسيق القوام عمليات اسمها عمليات نحت القوام او تنسيق القوام. اوكي طيب حضرتك بتبقى شكلك مثلا انت عندك دهون مستعصيه في اماكن معينه احنا بنشيل الدهون دي ونتخلص منها تماما. طيب الابجريد او التطور اللي حصل احنا بننحت كمان بنخلي الجزء ده بقى رفيع خالص في حاجه اسمها ويست هيب ريشيو اللي هي الريشيو او النسبه ما بين الوسط والارداف. طيب الوسط انا عايزه قد ايه؟ طب محيط الصدر اخباره ايه؟ الحاجات دي كلها ليها مقاييس وليها حاجات احنا بنبقى عارفينها وبنحاول نعملها. يبقى في ريفرنس او مرجع معين الست بتبقى عايزه تروح له يعني. بالظبط. فبقينا ناخد مش بس بقى النحت القوامي اللي هي بتبقى نفسها فيه ان انا اتخلص ويا ريت الساده المستمعين يركزوا قوي في الجمله دي اتخلص من الدهون من بعض المناطق الغير مرغوب فيها لا ده انا كمان بحط الدهون او باجي احقن الدهون دي في بعض المناطق المرغوب فيها يعني مش بنرمي الدهون مش بنرمي زي ما دي كنز برضو زي ما المنطقه المانحه في زراعه الشعر كنز الدهون كنز اوكي انا باخد الدهون دي زي مثلا واحده عندها البطن زياده الجناب زياده او هي كانت مثلا كان جسمها حلو وبعدين باظت منها الكلام ده سواء بقى بالحمل او من غير تخنت شويه في الوزن فجت انا باخد الدهون من المنطقه دي وبنحط لها الوسط من المنطقه دي وبعدين اخد الدهون دي حضرتك محتاجاها ولا مش محتاجاها؟ طب هل انت في منطقه في جسمك كان نفسك انها تزيد شويه؟ هل عشان نظبط الكيرف بتاع الارداف احقن شويه؟ هل احقن مؤخرا شويه؟ هل ناخد الدهون دي ونحقنها في التدين؟ ايه ده هو انا ممكن احقن دهون في التدين؟ طبعا التدين ما ينفعش نعمل لهم حاجه او الحاجات السيف الامنه يا اما سيليكون يا اما دهون. طيب ايه كمان ممكن احقن دهون دي فين؟ واحده ممكن الايدين عارف اللي هو في ناس مع التقدم شويه في العمر وباي ذا واي في نوع من انواع التجاعيد رينك بالظبط وبتخس فممكن احقنها هنا ايه ده ممكن احقن في الايد طبعا. طب لو انا مش لازم اكون كبيره وايديا رفيعه او ماله لو انت عندك دهون ممكن احقنها مفيش مشكله. طيب الوش ينفع احقن فيه طبعا ممكن التشيكس دي ما هو الدهون دي اصلا انت عارف الستات ده بيقول لك هنحقن بقى فيلر وبوتوكس والكلام ده اوكي البوتوكس ده للتجاعيد طيب الفيلر ده ايه؟ ما هو كلمة فيلر يعني فيل يعني املى يعني انا بملى حاجة طيب ما هو الاصل الدهون والفيلر ده حاجات مشابهة او حاجات بنحاول نملى بيها تبقى سيف وفي اكتر سيف طبيعي. من الطبيعه بتاع حضرتك دهونك بحقنها لك تاني وحتى الخلايا الخاصه بيا فبالتالي مش هيبقى حتى في ريزيستنت او مش هيبقى في مقاومه من الجسم يعني وبالعكس وبتقعد كمان فتره اطول فيبقى اطول من يعني الفيلر مثلا بيقعد 6 ل 8 شهور لا دهون ابطو ممكن سنتين ثلاثه ابطو خمسه على حسب حاجات عوامل ثانيه اخرى الحاجه الثالثه بعد كده كمان الدهون بتعمل ريجوفينيشن يعني نضاره مش بس كده لا نضاره ده في دلوقتي حاجات بنعملها الدهون بتعمل منها نانو فات نانو يعني بيبقى اللي هو دقيقه جدا بيتعمل منها زي كريم كده وبيتعمل على الوش علشان يدي نضاره عشان الجسم يمتص فدي الدهون دي كنز مش بس باخدها واتخلص منها لا طب شوفي الدهون دي احنا هنعملها ايه هنعمل ايه الشكل دي وايه اللي ينفع نعمله وايه اللي ينفع سوري وايه اللي ما ينفعش يعني في بعض الناس بيبقوا جايين يطلبوا حاجات في مثلا عارف لو في اكسبريشن كده يمكن في الجلف او في الخليج يعني دارج اكتر اسمها الخفسات او الخسفات يبقى حفرتين كده في الجنبين اللي هم الاسم بتاعه الهيبس ديبس اللي هو بيبقى عندها حفرتين في الجنب هي عايزه انت عارف شكل كيرفي زي الاور جلاس بيبقى نازل كده ونزل كيرفي من ورا وكيرفي من الجنبين في ناس بيحبوا قوي يحقنوا في المنطقتين دول عندهم حفرتين كده مضايقينهم فممكن عايزه تحقنهم في ناس ثانيه بتبقى عايزه زي ما قلت لك بنحقن في الثديين في نسيت منطقه التندو اكيلس او اللي هو العرقوب الرجل من ورا عارف احنا في مثل مصري عندنا يقول لك البنت دي ما اعرفش معرقبه عشان انا كنت فاكرها وانا صغير معقربه فانا بقول يعني ايه معرقبه دي المهم اللي هو شكل رجليها بالظبط العروق اللي هو التندون ده تندون عندنا موجود بس ايه لو في لو هو رفيع كده والرجلين رفيعين لا دي معرقبه ما اعرفش بقى ماري منيب الله يرحمها كانت بتقول عليها ايه anyway فدي بقى الرجل الثانيه استنى مصبوبه يقول لك رجلها مظبوطه اللي هي الحته دي مصبوبه او في لفظ دارج ملفوفه مظبوطه او ملفوفه بالظبط ايوه صحيح فدي يعني بتبوظ جوازات دي
انا مالي بقى احنا كده بنصلح اهو. طب الحمد لله بتبوظ بيها جوازات دي. احنا بنحاول بقى نصلح. بس فهي الدهون زي ما بقول لك هي زي ما هي بتبقى. حاول بقى الجمله تاني. زي ما هي الكلاينت بتبقى عايزه تتخلص من الدهون من الاماكن الغير مرغوب فيها, هي برضو نفس البيشنت بتبقى نفسها تحقن الدهون دي في بعض الاماكن الاخرى المرغوب فيها. بالظبط يا دكتور. يعني حضرتك تقريبا بتقول لي ان احنا ممكن البيشنت يا اما بيقول لحضرتك انا عايز المنطقه دي هي اكتر من منطقه فيها مشكله, او في بيشنت بيكون موجود لحضرتك او يعني مريض بيكون جاي لحضرتك وبيقول لحضرتك انا عايز اعمل انسق جسمي بشكل كامل, يعني انا عايز الشكل كله يبقى الثدي مع الوسط مع الهيبس او مع منطقه الارداف دي مع البرازيليان بات او المؤخره البرازيليه. فتقريبا حضرتك بنعمل ديزاين كان حضرتك بتعمل او بنرسم رسمه بنعمل بالزبط. ديزاين اللي هو ده شكل النهائي ده بالظبط. وبناء عليه احنا ممكن اثناء العمليه بنعمل اكتر من يعتبر كان اكتر من عمليه. بالظبط. احنا ساعات بنعمل كذا حاجه في نفس الوقت. ممكن نعمل شفط دهون من او نحت القوام من الوسط والوسط وحقن دهون في المؤخره, وممكن نحقن شويه في في الثديين, نعمل شويه لايبوسكشن من الافخاد او الارداف اللي هي الداخليه ونحقن بره في كذا حاجه. بس اهم حاجه ان انا ببقى اخد بالك من حاجه برضو, احنا بنتكلم عن عمليه تجميل. يعني انا اهم حاجه بالنسبه لي رقم 1 و2 و3 و4 السيفتي بتاعت البيشنت. في ناس بيجي تقول لي يا دكتور عايز اعمل الجسم كله في مره واحده. ليه؟ يعني هو لو هعرف اعمل على الحاله الصحيه بتاعت حضرتك لا, انا لازم ابقى في ساعات بقول برفض لا هنعملها مثلا على مرتين. في ساعات بقى في عمليه المتشدد الترهلات نتكلم عليها في مره ثانيه بنعملها على مثلا 3 مراحل. لا ما هو بص هو دايما البيشنت بتبقى عايزه تخلص. عايزه بص وجع واحد وجع ايه وجع ساعه ولا كل ساعه او يعني هو كل مره واحده اخلص بقى. هي بقى مره واحده اخد اجازه من شغلي مره واحده فخلاص اعملي بقى كله. لا لو حينفع. طب هنا سؤالي يا دكتور, هو دلوقتي لو العمليه ممكن عشان صحه البيشنت ممكن تبقى على مرحلتين مثلا. فهنا بالنسبه للنحت ساعات هو ساعات بنعملها مره واحده لو الدنيا بسيطه. انما لو واحده مثلا عايزه بقى تعمل الدراعات والرجلين والحقن والكلام ده بفضل عشان صحتها. وحتى خد بالك عشان برضو فتره النقاهه بتاعتها تبقى لطيفه. انت جايه تعملي عمليه تجميل مش جايه يعني ما تصعبهاش على نفسك يعني. وتقومي بالسلامه بسرعه ترجعي شغل بسرعه وهكذا. فالموضوع بيبقى على حسب صحتك عشان بس الناس ما تقولش ان انا بقول لا. لا بنقيس فيها بحسب صحتك على حسب الصحه والحاجات اللي عندك وكميه الدهون. خد بالك برضو يعني ممكن واحده يكون وزنها هي مثلا عايزه مثلا قصدي شفتها عايزه تشفط مثلا من الدراع 200 300 سي سي من البطن 500 من الجاب 300 دي ممكن اعملها الجسم كله على نص مره مش على مره وماله ايه المشكله. خلاص هي تبقى موجوعه شويه بس خلاص. انما بيشنت ثانيه لا احنا نشفط من هنا 2 لتر وهنا لا كده الكميه كبيره لا يبقى ستوب هولد ونعملها لك على مرتين احسن لحضرتك. هنا السؤال بقى ان دلوقتي انا هل الشفط ده ممكن يخليني احتفظ بالدهون دي للمره اللي بعدها ولا ده لا ما بيبقاش بالشكل ده؟ بص هو في طرق لحفظ الدهون بس انا ما بحبهاش عشان برضو لازم بيبقى ليها تعقيم بطريقه معينه وتتحفظ بدرجه حراره معينه. فلا احنا بنعمل اللي هو اللي بنعمله في في السيشن في السيشن نفسها نفس الجلسه الجلسه او العمليه.